بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيب قلوبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. ونحن في أجواء هذا الشهر الكريم ومن رحاب الجنة، من رحاب سيد الشهداء عليه السلام، أقول يقال لبعض شبابنا في بعض الأروقة بين قوسين الثقافية أنه الإسلام يركز كثيرا على الجانب المعنوي ويهمل الجانب المادي للإنسان. جواب هذا الكلام مو صحيح. فنفس اهتمام الإسلام بالجانب المعنوي، نفس هذا الاهتمام في الجانب المادي الإنساني. ولهذا شوفون الإسلام يدعو للزواج بل يشجع عليه، تشوفون الإسلام يدعو للعمل بل يشجع عليه، تشوفون الإسلام يقول الكسل يضر بالدنيا والدين كما ورد عن المعصومين عليهم السلام، تشوفون الإسلام حتى لما يودي الإنسان للمسجد والمسجد بجانب معنوي يقول خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني الإنسان حتى لما يروح إلى مكان المعنويات الإسلام يوازن بين هذا المكان أو بين هذا الجانب والجانب المادي، فيقول خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني البسوا أفضل ثيابكم وتعطروا. في بعض الروايات أكو بعض البقلات اللي مثلا رائحتها ما تكون محببة، الإسلام يقول إذا تروح للمسجد لا تأخذها. حتى على هالمستوى الإسلام تدخل، حتى بهالجزئيات الإسلام تدخل، حتى لا تؤذي الآخرين، حتى الآخرون يرونك في أجمل حالة وفي أفضل صورة كما الإسلام يريد للإنسان أن يكون في الواقع على كل المستويات. فهذا الكلام اللي يقال ضد الإسلام مو صحيح. الإسلام دين جعلناكم أمة وسطا، الجوانب المادية يجب أن نحافظ عليها ونهتم بيها ونمليها بما فرضه الله علينا جل وعلا، والجوانب المعنوية لتحافظ على بشرية البشر وتبقيه إنساناً وما تحول إلى كالأنعام بل هم أضل، هاي هم يجب أن نحافظ عليها ونوازن بين الجانب المادي والجانب المعنوي، والجانبان مهمان وبهما يطير الإنسان إلى كماله في الواقع. هذا باختصار عقيدة الإسلام ونظرية الإسلام في هذا الجانب وفي غيره من الجوانب. خلاصة الكلام، الإسلام دين الاعتدال، دين الوسطية، دين الوسطية. على شبابنا أن يعرفوا هذا الأمر ويعوه. حفظ الله شبابنا ووفقهم لمراضيه، والحمد لله رب العالمين.